إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، فالخجل من صفات الأنبياء. العيب فينا ولا عيب فيهم، رضينا بتمثيل من ينقصه الحياء. من أجاز قتلنا وما يزال بيننا، جاز له ما لغيره فليفعل ما يشاء. لا تطلب من أعوج أن يجلس باستواء، هؤلاء هم الوكلاء يجيدون الاستحمار والانحناء، وتبديل جلودهم كالأفاعي ولونهم كالحرباء والالتواء وسفك الدماء. من الجيد أن نرى ونسمع كل هذا الهراء، ونوثق تبرئة القتلة، إنهم الحلفاء. يا سلام على الوفاء، هذه بعض النمايم لمن يسأل عن الداء. فلا عجب أن العراق لا يتكئ إلا على نفسه، فهو أدرى بناقصي الولاء. وتمضي الأيام بهم جميعا في مركب واحد، إلا واحد وللواحد قائد، قرر الترجل وأقسم لن يحاور مجرما أو فاسد. الوضع برغم الحلحلة المزعومة جامد، بانتظار اسم الرئيس الكردي وفق العرف السائد. وأخو عماد تروح ناس تجي ناس بعد صامد، وربما ينتهي أمره لصالح نجم الإطار الصاعد. والشعب شاهد ولسان حاله يقول، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، فما المرء إلا قطرة من ماء الحياء. وفي هذا تروى القصص وتستخلص العبر ويكون الاقتداء. فلم يكن ذلك اليوم سوى يوما آخر عاديا يشبه الذي قبله، ولا يوم يليه في الشقاء لسيدة بصرية عملت تربوية في إحدى مدارسها التي لا يرتادها أبناء المسؤولين أعلاه. في لحظة واحدة وقع انفجار وامتلأ المكان بالأشلاء. وأما السيدة خالدة ففرت مسرعة من نار تأكل الرداء، ولشدة الخجل والحياء أعادت لتستتر بالنار، وأعيت من بعدها الشرفاء. انضمت خالدة إلى قافلة الشهداء، ومن يومها صح فينا المثل القائل، قد مات فينا أهل الحياء. لن تكون شريفا بكثرة البكاء ولا بنسبك والأقرباء، بل بالتفاني حد الإعياء، نوايا وأداء، فأي قيمة لوجهك بلا ماء الحياء. كل ذلك وأكثر في مساحة الله منها يستر.